موجز الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. عرض برلمان كردستان العراق تسليم 250 ألف برميل من النفط إلى بغداد يوميا، شريطة التزام الحكومة في بغداد بإرسال رواتب موظفي كردستان وحصتها من الموازنة العامة. وكانت لجنة النفط والطاقة البرلمانية قد أعلنت بتشكيلها لجنة لتقصي الحقائق بشأن صادرات نفط كردستان العراق. يشار إلى أن بنود موازنة 2019 نصت على أن تتولى الحكومة في بغداد تأمين رواتب موظفي كردستان العراق مقابل تسلمها 250 ألف برميل من النفط يومياً. اتهمت لجنة النفط والطاقة النيابية حكومة عبد المهدي بالتواطؤ مع سلطات كردستان العراق في ملف تصدير النفط. وقالت اللجنة إن النفط المصدر عن طريق كردستان يقدر ب 440 ألف برميل يومياً، في حين أن الموازنة المالية فرضت تصدير 250 ألف برميل على أن تسلم إيراداتها إلى الحكومة في بغداد. وأضافت أن سلطات كردستان رفضت تسليم الواردات النفطية المنصوص عليها في قانون الموازنة. أعلنت هيئة النزاهة ضبطها عدداً من المتهمين في منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار بسبب عدم امتلاكهم تراخيص قانونية للعمل في المنفذ. الهيئة قالت إنها ضبطت 5 متهمين يزاولون العمل بصفة وكيل إخراج أو مساعد دون حصولهم على تراخيص قانونية للعمل، ويعملون على إنجاز معاملات تخليص البضائع لقاء مبالغ مالية. قال عامر الكيلاني عضو مجلس محافظة ديالى إن 80% من معامل الطابوق في قضاء بلدروز توقفت عن العمل، وأضاف أن إغلاق معامل الطابوق في بلدروز تسبب في انهيار قطاع اقتصادي مهم كان مصدر رزق لآلاف العائلات على مدى عقود، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانهيار تلك الصناعة يتمثل بتهريب أصحابها مادة النفط الأسود التي تمثل مادة أساسية. قال علي الديني رئيس مجلس محافظة ديالى إن كلفة المشاريع المتلكئة داخل المحافظة تزيد عن 350 مليار دينار. أضاف أن أبرز المشاريع المتلكئة في المحافظة هو مشروع المستشفى الأسترالي ومدينة ديالى الرياضية ومجمعات الغالبية والقاطون السكنيين، لافتا إلى أن مواد البناء وآلياته أتلفتها ظروف الطقس. أعلنت مديرية الصحة في محافظة ديالى إتلافها 9 أطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر آب الماضي. وقالت المديرية إن شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة ديالى نفذت كذلك 54 حملة تفتيش في الأسواق المحلية، أسفرت عن غلق 8 محلات تجارية لمخالفتها الشروط والضوابط الصحية. إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن وحركة السوق النفطية. ختام الأخبار الاقتصادية، دمتم بخير وإلى اللقاء.